انا زهقانه قوي، بقى يوم باخد الاجازه افضل قاعده في البيت كده. يوه، حتى السفريه اللي انا كنت رايحه مع بابا وماما اتلغت. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا تزعلي نفسك، انا هقول لك تعملي ايه يسليكي ويخليكي مبسوطه اليوم كله. انت مين؟ انا ايفون برو ماكس بلا انا بلا فخ ايفون برو ماكس جديد 2023. انا سلم. بس نعمل ايه بالموبايل؟ وطي صوتك هتفضحيني، انت كده عايزه تبوظي، انت عايزه تبوظي سمعتي يا بنتي. ده انا ملكه التسليه في العالم كله، انت بس قولي نفسك في ايه وانا بسيرش صغنون قد كده هعملهولك. مثلا تيك توك، يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، اي حاجه. وعارفه ايه كمان؟ ممكن نقعد نرغي الصبح مع صاحبتك او نرغي مع البوي فريند بتاعك. ايه يا خلوسه انت؟ لا طبعا، انا ما ينفعش اضيع وقتي معايا، انا بدور على حاجه مفيده اعملها في الاجازه بتاعتي. وعلى فكره ماما قالت لي ما ينفعش تمسكي الموبايل غير وانت عندك 10 سنين. وانا بقى مع السلامه. استني بس، انت عصبيه كده ليه؟ يا بنتي بقول لك ايفون برو ماكس، انت عارفه انا بكام؟ ان شاء الله تكون ب 2000 جنيه ولا يفرق معايا حاجه. 2000 جنيه؟ 2000 جنيه؟ ده انت غلبانه قوي يا بنتي، انا ما يدفعش فيا اقل من 50000 جنيه. 50000 عفريت الكابوه، وايه بقى غور؟ استني، انا مش هقلل من نفسي وهذا نفسي اكتر من كده. انا هرد عليكي باشهر اغنيه على اليوتيوب كله. مخصماك وابعد عننا مشتاقه، سني مش عايزه ابقى معاك، ما تورينيش وشك تاني. ايوه خليك على نفس الوعد ده بقى، ويا ريت بقى ما تكلمنيش تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وده انت كمان مين بقى؟ تليفون سامسونج؟ لا، انا صاحبك المفيد ولا بينور الطريق. هاي عرفت انا مين؟ ايوه طبعا، انت الكتاب، انا شرفت بسعادتك جدا.